شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 856 تعلن عن فرصة عمل بالمملكة العربية السعودية. مطلوب أولا مهندس مدني خبرة من 5 إلى 10 سنوات، ثانيا مهندس معماري خبرة لا تقل عن 10 سنوات، والاثنين خبرة في مكتب فني وميداني. المقابلة يوم الجمعة القادمة الساعة 2 عصرا في مقر الشركة. المطلوب من كل متقدم للوظيفة الحضور بالسيرة الذاتية، شهادات الخبرة زائد الكورسات وصورة شخصية. المقابلة ستكون بالزي الرسمي فورمال. أرسل السيرة الذاتية على عنوان الإيميل التالي، وللتواصل على الأرقام التالية: عنوان مقر الشركة 1127 كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الثاني رقم 5، شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج. تتمنى لكم التوفيق.